السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم مجددا. دونك الفيديو ان شاء الله غادي يقتصر فقط على كيفيه احتساب النقط. يعني كما كتلاحظوا على انني دخلت الموقع ديال كاش بوب، دونك يبقى الان انني نكليكي فقط على مجموعه ديال الاشهارات. دونك عندي الى جينا نحسبوا غادي نشوفوا بانهم عندي 4 ديال لي فيديو هنايا وربما كاينه صوره. الوغ غادي نكليكي طريقة سهلة وبسيطة. دونك عندي كيشي اللي فيها 10 ديال البوان. التوقيت يعني الوقت المستغرق هي 9 ديال الثواني، هي اللي كاينة وغيستغرق فيها الفيديو. الوغ نشوفوا كيفاش غادي تكون الواقعة وتبعوا معايا اخواني اخواتي على بركة الله. دونك الى جيت دونك كنشوفوا، الوغ هذه صورة، هذه صورة حول ما امكن انكم تفوكاليزيو، سيتادير خصك كاينه كليكي اي سي، ها هي راه مخبيه دونك بلورونج اولا بالازرق. دونك هنا عطاتني وحده، الوغ كنشوفو عاوتاني كنتبعو، قال لي هنا تيرميني، سيتادير صافي راه سالات. الوغ كليكي اي سي تيرميني. دونك كاين خوتي خواتاتي بالضروره خصكم العمليه خصها تتم بسرعه، لانه الا ما تماتش بسرعه كيمشيو لك في نفس الوقت، دونك الفيديو كيمشي وحتى بالنسبه للكليكي اي سي حتى هي كتمشي لك. الوغ نشوفوا الفيديو الثاني اللي هو لو غانيون كي كوليكتي 50000. دونك هذا هو السيد الاخير اللي ربح 50000 نقطه. دونك الفيديو فيه 10 ديال النقط، غتربح 10 ديال النقط، والفتره هي 24 ثانيه اللي غادي يستغرقها الفيديو. الوغ نكليكيو على هذا الفيديو، كنتظروا دونك غادي ندير بلاي، نخدموا الفيديو ونشوفوا شنو غيكون. سبق سكاش بيب فقط بغيت نخبركم انني جمعت 50000 نقطة وحولت 1000 درهم، واليوم توصلت بالكود من عند كاش بيب. دونك كاين الاغلب ديال الناس الى جينا نشوفوا على انه قال له جمع 50000 نقطة. دونك هيا كليكي اي سي، غنكليكي عليها، نكليكي على كليكي اي سي. شكرا لكاش بيب. فوالا دونك ها هو الاخر ربح. دونك عندي تيرميني، الوغ غادي نكليكي على تيرميني. فوالا انني راه ساليت الفيديو، الرؤيه ديال الفيديو، ونتسنى عاوتاني الفيديو الثالث نفس الشيء. دونك الرابح اللي ربح ب 50000 نقطه، دونك حتى هو دونك هذا الفيديو الا شفتيه غادي تكون عندك 10 ديال النقط، والفتره ديال 25 سكوند هي اللي غادي يستغرقها الفيديو. دونك نكليكي دابا على الفيديو ونشوفوا المحتوى ديال هذا الفيديو. هلا نكليكي، يعني كما شرت خوتي خواتاتي ضروري انكم تركزوا على كليكي اي سي. الله تعالى وبركاته، معكم احد الفائزين مسابقه كاش بيب، وكنقول لكم باللي هذه المسابقه راه بصح، وانتم كما كتشوفوا معي جمعت 50000 نقطه وتوصلت بالكود ديالي. من بعد اللي توصلت بالكود ديالي مشيت للوكاله ديال كاش بليس وخرجت الفلوس ديالي كما كتشوف. دونك عندي كليكي اي سي غنكليكي عليها، وكنبغي نشكر بودكاش بليس على هذه المسابقه. فوالا خوتي خواتاتي، دونك اللي خصكم تعرفوه هو انه الفتره اللي غادي تكليكي على كليكي اي سي، دونك ما خصكش تتجاوز ان بو بري واحد 5 ديال لي سكوند، كتمشي من بعد كتمشي. الوغ كتسنى الحظ الثاني، دونك الفيديو الاخير حتى انت تقدر تربح. دونك نكليكي على الفيديو فيه 10 ديال النقاط، دونك والديوغي ديالو راه فيه 9 ديال الثواني. دونك هنا هذه صوره، دونك كليكي اي سي. فوالا ها هي بانت عندي، فوالا ننتظر. دونك كما كنشوفوا دابا الصوره، فوالا كليكي اي سي. دونك غنكليكي ونشوفوا نتسنى الصوره شنو هو الحوار اللي غادي تعطيني من بعد. فوالا قالت لي تيرميني، دونك انا غادي نورك عليه تيرميني. فوالا نقدر ندير لايك، دونك مادام عطاوني لايك ندير لايك، اي ابري ندير تيرميني باش يديني الفيسبوك على اساس انني نربح نقاط اخرى. دونك هذا هو من بين الاسرار باش تربح في كاش بيب. دونك كنتسناو ابري كيحيني ديريكتومون على الفيسبوك، الوغ كندير جيم اولا لايك، اي ابري صافي كندير كنتسنى السيت لو طون فاش كيقول لي صافي تيرميني. دونك كنكليكي على تيرميني. دونك بعجاله
هذه هي الطريقه باش كنربح النقط عن طريق الفيديوهات. ولكن ما تنساوش اخوتي اخواتاتي بالضروره خاصك تحاول ما امكن انك تضم واحد مجموعه ديال الاصدقاء اللي يكونوا اكتيف. كنعاود ضروري انك تدخل مجموعه ديال الاشخاص اللي هما غيحركوا الجروب ديالك ماشي اللي غادي يجلس ولا غادي ينعس. دو بلوس كان الاخوان اللي سولوني البارح دونك في هذا الموضوع قال لك اودي حنا ما كنربحوش حنا كنخسروا. كنقول لهاد الاخوان واش السر هو انك خصك تدخل للسيت الوغ لو سيت فيه واحد مجموعه ديال بصراحه لقيت انا واحد مجموعه ديال الثغرات. ولكن هاد الثغرات هادو مثلا كيما جينا نشوفوا انا درت بريسيدون باقي الفيديو يعني ممكن نكليكي عليه ونبقى غادي اون بوكل نبقى نتفلى على لو سيت. ولكن هذا لو طون فاش كي لانه كاين في الدغوا ديال ليجيسلاسيون يعني قانون المسابقه على انه الا اكتشفوا على انك كتحايل على القانون فاكيد انهم غيحيدوا لك واحد المجموعه ديال النقاط. فعلاش ما نكونش انا اونيت مع راسي ومع الناس ومع الله ونربح كما اعطوني في القانون. الوغ نجيو نشوفوا الطريقه ديال البيمون دونك هي هذه الطريقه ديال الربح. كنكليكي على الفولي ديال البيمون فوالا كونفيرتير مي بوين. الوغ هذه هذا الفيديو هذا نقدر نبارطاجيه الصديقه اللي قالت لي البارح بانه كيفاش الطريقه. الوغ الاخت هذه هي الطريقه باش كنكونفيرتي مثلا عندي 50000 نقطه كنكونفيرتي ولكن ما كنتسناش كنصيفط واحد الايميل للشركه ديال كاش بوب دونك وهي غترد عليا. الوغ هذا الجواب ديالها كيكون ان بو بري ما بين يوم حتى ليومين وديك الساعه كيصيفطوا لك الكود كتمشي للكاش الكاش بلس وكتاخذ المسائل ديالك بكل اريحيه ما كاينش اللي غايديرك. النقطه عاوتاني الثانيه هو ان واحد الصديق قال لي اودي راه مشيت سولت في الابناك هذه ما عندهاش علاقه بالابناك دونك ملي كنقرا في ليجيسلاسيون قال لك راه ما عندهمش هذه وكاله اشهاريه. كنعاود وكاله اشهاريه تعنى باشهار ديال اوليو انها تمشي مثلا تعلق دي بانو او لا تمشي مثلا اشخاص فاعلين في هذا الميدان تمشي تديهم وتخلص عليهم. كريات لكم هذا لو سيت هذا وهذه هي الطريقه الانسب انك باش تبارطاجي كيكليكي على جيم دونك كيربحوا هما ارباح ولكن كيتقاسموها حتى مع الناس اللي طلعوا هذا الشيفر دافير ديال لي فيديو. دونك نتمنى بعجاله انه يكون الاصدقاء انكم فهمتوا الطريقه باش تربحوا النقاط والطريقه باش انكم تنضموا ان شاء الله. دونك ما يبقى لكم الا انكم تخدموا ان شاء الله على لي فيديو ديالكم وتخدموا على الباريناج وتخدموا على لي لايك وما يكون ان شاء الله غير الخير. دونك معكم الاخ ديالكم دونك برو عبدو يلا نشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم.